هلا هذا العربي. ايه لا هذا صار موضوع ثاني وفي كثير تشعبات نجم نحكي فيها. هلا الاغنيه اللي قالت لها الاغنيه الشعبيه في وقتنا الحالي طبعا يعني مش بكامل صحتها وعافيتها، يعني اغنيه شعبيه موجوده من وقت عبد الحليم حافظ الله يرحمه اللي هو اللي اجى وغير الموازين، يعني كان طربي ولكن غنى شعبي. صحيح صحيح ولا صحيح. لا صحيح وكان شعبي ولحد الان الناس حافظه هذه الاغاني ونسمعها وين ما كان وعندها 30 سنه صحيح موجود. ولكن اليوم تغيرت الموازين، صار في كم هائل من الفنانين وصار في كم هائل من الملحنين والشعراء، وكل ما مسك جيتار صار بيغني وبيقول انا فنان، طبعا باحترامي للجميع. للجميع في اغاني جميله جدا شعبيه في عصرنا الحالي، وفي اغاني يعني هابطه طبعا. ووردي باك إما شو رأيك بهالغنية والفيديو كليب لأمل بوشوشة؟ حلو 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 طبعا، مو ستايلي كلش بس هي ستايلها طبعا. حلو ايديولوجي ايه بس ما. انت ما بتقولي ما بتحب الايديولوجيات. ايه صدني. طبيعي هاي كل الشعوب كذي، كل الشعوب مؤدلجة. يعني فكرة الوطنية، ايديولوجيا القوميات طبعاً، القومية العربية طبعاً، القومية السورية، القومية البعث والأديان والجماعات كله أدلجة، كله غسيل مخ غسيل دماغ طبعا. طب شو المشكلة مع الايديولوجيا؟ ان يصير في مصلحة لمين؟ يصير مصلحة والكل يتضارب مع الجميع وتبدي حتى لا تعرف الحقيقة من أين، تضيع الحقائق وتضيع الأحاسيس، تضيع المشاعر، تضيع الحس الإنسان يضيع، حس الإنسان الفرد يعني طبعا يغسل دماغه بصير يتبنى أفكار كبيرة طبعا قومية أو دينية طبعا، الانفرادية التفرد تضيع، وكيف أنا أبدع إذا أنا يصير بيني وبينك مصلحة؟ لأن بالأخير لما أنت تريد مني شيء تضيع انفراديتي، يضيع إبداعي. يعني أنت بدنا شو إما عم تقول الفنان أو الإنسان حتى بيخسر ذاته لما بيخضع لسلطة الإيديولوجيات، إنه هيك بدك تفكر بالسياسة، هيك تنظر للبلد الثاني اللي حدك، هيك بتتعامل مع لازم يكون بينتمي لدين آخر. لا لازم يكون في رأي شخصي وقناعة شخصية، يعني أنا مع إنه الإنسان فصلنا على الفنان. أنا مثلا عندي قناعاتي الشخصية اللي ربيت عليها ومقتنعة فيها، يعني مثلا يعني القومية العربية أنا مع القومية، أنا جزائرية ولكن عربية، عشت بأوروبا ببلد أوروبي مع هال، يعني أنا مثلا حلمي أنه ما يكون في وجود لحدود بين الدول العربية، هذا الشيء طبعا مستحيل، ولكن ما بنعرف نحن المستقبل وش محضرنا. يعني إما بتعليقك احنا عندنا يعني مشكلة يعني احزن عليها في الكويت، انه يأتي السعودي الى دولتنا ويبي يحولها الى دولة وهابية، ينقل الفكر الوهابي، يأتي المصري يبي يحول لنا الفكر القومي، يأتي الفلسطيني يبي يحول لنا فكر القضية الفلسطينية، يأتي العراقي يبي يحول لنا فكر البعثي والدولة الإسلامية، يأتي الإيرانيون يبي يحول لنا الدولة الفكر الخميني، وبعدين وين احنا الكويتيين؟ فهذه القومية العربية وأفكار نقل الأفكار، أفكار يعني تحطنا، يعني تشغلنا عن الإبداع، تشغلنا عن الإنجاز، تشغلنا هذه مشاكل صراعات بين مجموعات
مشاكل. يعني انت ضد القوميه العربيه؟ لما نقول انا مثلا رايي الخاص، انا نحكي على القوميه العربيه، انا قلت حلمي انه لا يوجد حدود بين اقطار العالم العربي. يمكن اما مع انفتاح كامل للعالم وترى انه القوميه مش نحكم بس لانه نحن بالعالم العربي، يعني حتى ببرا باوروبا بامريكا في ناس ملاح وفي ناس مش ملاح، وفي ناس مبدعة وفي ناس مش مبدعة، يعني حتى احنا بالعالم العربي يعني. فاحنا عندنا ايضا مشاكل في دولنا، في حالتنا، في العرب عندنا مجرمين، عندنا عصابات وارهاب ومشاكل. انت ما تتابعين شنو يصير مجازر في العراق، في مصر، في المغرب عندهم قضية البوليساريين الحوثيين، في اليمن قضايا ومشاكل ما تنتهي بين يعني العرب. لكن دائما متهم الغرب انه هو يحرك هذه التناقضات الموجودة. صحيح. احنا قبل الغرب، قبل امريكا، واحنا نتصارع بيننا وبين بعض، واحنا نقتل بيننا وبين بعض. هم ذيل الجماعات يحركوننا يمين يمين يسار يسار. انت تروح حق رجل الدين تسأله هل هذا حلال ولا حرام يمشيك على كيفه، تسأله هذا حلال ولا حرام يمشيك على كيفه. فإنك تدخل في عالم المفاخذة وعالم الجهاد وعالم مشاكل هذه اللي ما تعطيك ذاتك، ينتزعون منك طفولتك، ينتزعون منك إحساسك، ينتزعون منك حياتك. طيب سؤلتي لماذا غنيتي مقطعا بالعبرية للفنانة داليدا في حفلة مسرح الخريجين في الكويت، فقامت عليك حملة من بعض القوميين العرب وجماعات الإسلام السياسي، لماذا سيدتي؟ شو كان الدافع؟ بس بكلمة من الاستراحة على أنه ناقض ذلك. دافعي أنا يعني؟ إيه؟ أنا هذا انترتينمنت، يعني ترفيه، سواء بالعبري، سواء بالهندي، بالصيني. لا بس فهموا منك انه رغبة بالتطبيع مع اسرائيل، رغبة بإقامة سلام مع اسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية. هذا شيء جميل اذا هم فهموا كذي، هذا شيء حلو، بالعكس انه معناته انا سويت شيء حلو. زين شو انه انت بدك سلام طبعا بين الكويت واسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية، يعني كما حصل مع مصر او مع الاردن؟ لو المفترض ان انا أشيل قضية مش قضيتي، مفروض أنا أشيل قضايا دولتي. عندنا قضايا فساد وقضايا قتل واغتصاب، فدولتي أولى. كون إن إحنا لو على افتراض إن أنا بحسب على نفسي وطنيتي ككويتية، إحنا وقت الغزو العراقي خانونا الفلسطينيين. أنا كنت أقدر أبرر موقفي إن والله الفلسطيني اغتصب الكويتية وقتل أطفال وقتل شباب وغير أفعال. سيدي بس في يعني ما هو أكبر من أحداث صارت ارتكبها أفراد ينتمون لشعب أو لمجموعات معينة، في قضايا أكبر مش هيك؟ ما فينا نبني مواقفنا منها على أحداث صارت في لحظة معينة. صح صح صحيح كلامك، ولكن على افتراض أن لو أبي أبرر على وطنيتي، أنا دولتي أشيل قضايا دولتي وقضايا حياتي أولى من أن أنا أشيل قضايا هناك. نعم. أقول حال أنت غنيتي من شعر الفلسطيني محمود درويش، أخذتي من الجدارية مقاطع، رح نسمعك. يعني أنت مش ضد الفلسطينيين؟ لا أبدا، عندي أصدقاء جميلين. نعم رح نسمعك في مقطع من الجدارية، بدنا نسمع أمل بوشوشة مش كتير راضي على كلامك، عم تتململ، كانت بعد الاستراحة. مشاهدينا الكرام سوف نعود. باطل الأباطيل باطل، كل شيء على المسير زائف، فأنا لست وزير، أنا لست وزير، أنا لست وزير. باطل باطل الأباطيل باطل، كل شيء على المسير زائف.
قريب جدا في القسم الأخير من هذه الحلقة مع فنانتين شابتين، إما من الكويت وأمل بوشوشة من الجزائر. أمل، تعليق صغير على اللي كانت عم بتقوله سيدة إما قبل الاستراحة. أنا ما رح أعلق اللي كانت تقوله، فقط شيء واحد، هي حرة بكل شيء قالته وهي قناعتها، و أنا ما رح أعلق، خلص ما رح أعلق أبدا. ليش؟ الحوار طريق لا الحوار يتفاهموا. طريق، ولكن هي عندها وجهة نظر مختلفة كليا عن وجهة نظري أنا، يعني بأي حتى مجال، بكل المجالات، بكل شيء قالته. يعني بعدين نحن يعني من بلدين مختلفين، أنا ما أنا يعني ما نعرفش أكثر عن البيئة اللي عاشت فيها أو بال هلا كنت عم بتقول إن إحنا دول عربية وحدة. لحظة بس بدي اقول لك، عم بحكي على الباك جراوند، يعني باك جراوندي مختلف على باك جراوند. انتم ما عندكم اسلام متشدد يعني؟ نحن عندنا كل شيء، ودخلتوا في دوامة عنف. نحن عندنا كل شيء ودخلنا يعني في دوامة عنف، والحمد لله الاشياء صارت احسن بكثير، وان شاء الله ضل مليحة للمستقبل، لانه فعلا نحن الجزائر بلد تعب. ليش ما بترجعي على الجزائر؟ انت مقيمة في لبنان. ليش ما برجع الجزائر؟ أنا مبسوط فيك كتير باللبنان واللبنانيين، بأكد لك كل. أنا شغلي وعملي بين جزائر، بين بيروت وباريس. إما أنت غنيتي بالأمازيغية أيضا، تعلمت شوي بعض الكلمات من هذه اللغة لكي تغني مقطعا، فينا نسمعه؟ طبعا، بس بدنا الجيتار مدير مسرح لو سمحتوا لنا. سيدتي كنتوا عم تحكوا، هل أنت أمازيغية؟ أنا أشوف أنا جزائرية يعني بدرجة الأولى، ولكن نحن في الجزائر أو شمال أفريقيا، سكان شمال أفريقيا كان في قبائل وأمازيغ اللي هن السكان الأصليين شمال أفريقيا قبل الفتوحات الإسلامية. ففي عرق الشاوي اللي أنا بنتمي له، وفي عرق القبائل الأمازيغ، وهنا تقريبا ولاد العم، لانه حتى اللهجه يفهموا على بعضهم باللهجه الامازيغيه. طبعا انا ما نعرفش نحكي بهذه اللهجه، هي يعني جدودي ويعني يعني العائله العرق الشاوي، ولكن هذا فقط بتوين براكت، لانه انا جزائريه، انا عرقي شاوي من الشرق الجزائري، ولكن انا خلقت وكبرت في غرب الجزائر اللي هي مدينه وهران. نعم، يعني اما يعني تعلمت بعض الكلمات بالامازيغيه وانت ما تعلمتي؟ لا، راح اقول لك شغله، بس الحكي الامازيغي هو صعب، ولكن يمكن هي فنيا انحازت الى هذا اللون وبدافع الفضول تبعه، وهذا الشيء انا بحييه فيها. انا مثلا نقدر نغني الغناء الجزائري، اللهجه الجزائريه تاعنا، ولكن نخاف اذا نغني اللهجه الامازيغيه وما نغنيهاش مليح كون اسات لهذا اللهجه اللي هي انا بعتز بها. هذا تاثير التعريب اما؟ نعم. انت بدك احياء الثقافات يعني انت بتفهمي باللهجه الامازيغيه؟ لا ابدا، فهي ما بتفهم اللهجه الامازيغيه، بس هي ارادت ان تحيي أو هذه الثقافه للعرب، ولكن هذا كلامها لها مكان. كلامك والحانك؟ الحاني، بس كلمات نص كاتب ناشط مغربي، عفوا ليبي. نعم، من هو؟ اسمه مهند بنانا. تفضلي. وأحد مواقع الإنترنت ذكر أنه قد تكون أول فنانة عربية تغني بالأمازيغية. تفضل. اكمش فوسي تقوك بيدك تلاس سرولو دمدجي دتا كركاس امليتي دتا في ميغرم في فراس سدماس دياب اللاكا مرواس أملي تساوي الغلدان ديال انتي انفاس أملي تسكرك سدماس دياب اللاكا مرواس رولا اختارولا استل استارتي لاس أتيني ارتص فطولي ودم برقمي وركاس الغيط تغصى سكوي اكتلا. طيب انت حبيت غناء على اما اكثر من مواقفها،
الفكرية وال لا أنا هي لا أنا ما قلتش إنه ما حبيتش مواقفها الفكرية، هي حرة بالآخر تعبر عن آراء شخصية، ولكن أنا لا أوافقها. ما حبيتش ليش هي حرة يعني هذه الأشياء صارت معها طبعاً، ولكن أنا يعني مختلف كلياً اتجاهاتي، يمكن تأتي من خارج المنظومة السياسية والفكرية والفكرية الموجودة. ويمكن نحن ما عندناش نفس الباك جراوند أو أنت من ضمن الأفكار الموجودة سيدتي، أنت منك ما بتتحدي ما بتشاكسي أنا واقعية. ما فيك توصل للقمر وأنت قاعد بالأرض وتمسكه بإيدك، بس هي عم بتناضل لتغيير نقد الفكر، ولكن أنا الاجتماعي والسياسي والديني هي عم بتناضل، أنت عم تقبل هذا الفكر كما لا هو. أنا لم أقول أنني أقبل، هي يمكن تكون قطرة في بحر هذا النضال كامل، ولكن قطرة واحدة ما فيهاش تعمل المستحيل، هي تطلب بالمستحيل، ولكن ولكن شخص واحد يستطيع أن يغير العالم إن شاء الله. إذا أنت مقتنعة بآرائك وفيك عندك هذا الحس أنه راح تعملي شيء فواصلي هذا الطريق. أنا واقعية وأتمنى الخير للجميع، أتمنى طيب. إنه وأتمنى إنه من الـ من الـ من الحسن إلى الأحسن. بشكر تشريفك أنا إلى هذه الحلقة. الشكر أنا اللي بشكرك، وأنا اللي شرف إنه جيت عرفت عليك وتعرفت عليها. وبشكر ست أمة كمان لتشريفك سيدتي إلى هذا البرنامج. بننهي مع أمل بوشوشة، تفضل يلا لحقين تطلعوا ببعض هلا. شكرا لك، شكرا لكم، ما تصبحون على ألف خير.